ودهم يعرفون انه من معامر بسوريا، من معامر اكبر منك بحدا؟ بحدا اكبر منك؟ لا هين يا ابراهيم الحمايدي قال يقول اكبر مني. حجي شد عمرك؟ والله عمري يمشي 30 سنة والله. انت ايش قد عمرك؟ ١٩٠١ على الهوية. على الهوية هي ايمة تنطال على الهوية بعد ما صار عمرها 18 سنة، لأن يوم طلعت الهوية راح شقد عمرش ما يعرفونه، قاموا سجلوها عمر جديد ما حطوا ولا الأيام المضت تدنى الراحن عليها ما حطوا لها إياها، شقد راح عليها ما حد يعرف. حويش من البرية هذا أكلها حويش، ولحتى الآن تحب الحويش، وسمنة عملية ما تأكل، زيت عملي ما تأكل إلا سمنة عربية وزيت عربي حلو وزيت زيتون. والله كانت من شي 10 سنين كانت شايلة حالها هي، بس ألها صارها 10 سنين طابة. بصباها كانت ترعى مع ظلت هي شت تشتغل تحوش قش تسوي حصر تبيع الحصيرة ب10 ليرات، وهي منين تروح تحوش الحصر؟ من المي على سواقي هالسواج يصير بيهن عشبة، سوت حجة 300 ورقة راحت بالباخرة بالبحر. إذا صار عندها حق بقرة تعطيها لك الغيرة، كل من كان مساعدة، والله إذا واحد أعطاها 10 ليرات تقبيهن مني، مو قاعدة عندي تقبيهن مني وتقول لي فلان محتاج. بدها تسوي جامع، بنت جامع هنا قرية، هالعالم قامت تنقل لها الحجار، قطعت حجار جابت حجار قطع اشترتها من الجارية هذي. بدها تروح على الحج، لقت الحجة وعمرت بشجامة من شغلها من تعب دياتها. لما يشتغل بهالجامة الحمد لله ويصلي بهالجامة.